عندي لكم واحد أسئلة، ولكن غادي نبدا من هاد من هاد الجهه هذه، وغادي نمشي عند الأنسة وغادي نقول لها تعطيني سميتها. لميا، شنو هي المدرسه بالنسبه لك؟ الحقيقة المدرسة هي الفضاء الثاني الذي أتعلم وأكتسب فيه معرفة وكفايات ومهارات متعددة. جميل. اللي أنت اللي حداها، الاسم ديالك؟ اسمي علي كابوس. سي علي، كيفاش كتساهم المدرسة في التكوين ديالك؟ تشكل مدرستي مكانا آمنا لنشر أفكاري والوصول إلى المعلومة بشكل منظم وبسيط، كما تمنحني الفرصة لاكتساب معارف جديدة في مختلف المجالات. تعلمني القدرة على التفكير بشكل مختلف عن الآخر. أنظم أفكاري من خلال منح الفرصة، من خلال تلخيص النصوص والتعبير عنها، واحترام المكونات البنية السردية وتسلسل الأفكار. شكرا لك. اللي حداك الاسم ديالك؟ شنو؟ تكلم لنا الزميل ديالك اللي هو علي كابوس على المدرسه وكيفاش كتساهم في التكوين ديالك. واش عندك انت شي اضافه في هذا المجال؟ شنو كيفاش كتساهم المدرسه في التكوين ديالك انت؟ كيفاش كتشوفها؟ تعلمت في مدرستي كيفيه تهذيب السلوك من خلال تعلم الغير ابتسامة والاحترام وتحمل المسؤولية وحب الآخر والتعايش معه. المشاركة في وضع قانون القسم وتحمل المسؤولية التزامي به تمنحني الفرصة لاكتساب صداقات جديدة وتحديد مدى قدرة التفاعلية في حل المشكلات التي تواجهني. شكرا لك وتبارك الله عليك. الاسم ديالك يا ولدي؟ نجيب أبو الفتح. يمكن تزيدنا شي حاجة كيفاش كتساهم المدرسة في التكوين ديالك؟ تسمى مدرسة التربية كما خصت بالنداء، كما تعلمت كيف أحمي نفسي وأصدقائي لما أمرت بفيروس كورونا، كحاجة عن ضغط التدريب بالماء والصابون تجنب الزحام. جميل، تبارك الله عليك. تصفقوا على بعضياتكم. شنو اللي حداك الاسم ديالك؟ ندى بوبلي. ندى بوبلي، شنو هي الكفايات اللي اكتسبتيها في المدرسة ديالك؟ كلما أتيحت لي فرصة الحديث عن مدرستي أكون سعيدة بل فخورة بالحديث عنها وعن ما اكتسبته من كفايات. أذكر منها على سبيل المثال للحق كفايات التواصل والتعامل مع الآخر، حيث أصبحت قادرة على التواصل مع أصدقائي والاستماع إليهم واحترام آرائهم وتوجباتهم رغم تباينها. كما أدركت أيضا في مدرستي الجدوى من العمل الجماعي الذي يتيح لنا فرصة تبادل الأفكار ووجهات النظر، كل هذا في جو مفعم بالحرية والاحترام المتبادل. تبارك الله عليك. الاسم ديالك؟ ريهام بواس. ريهام، إلى سؤالك، ما هي القيم التي تشبعت بها في مدرستك؟ ما هي القيم التي تشبعت بها وشربتيها في المدرسة؟ بين أحضان مدرستي اكتسبت قيما ترجمتها إلى سلوك فعلي في حياتي اليومية، حيث تعرفت كيف أكون صادقا مع نفسي ومع أصدقائي ومدرساتي وأسرتي. تعلمت أيضا كيف أقدر ذاتي وكيف أقدر الآخر وكيف أحب خالقي وكيف أحب رسولي وأنصره وكيف أحب والدي وكل أصدقائي وكيف أحب لهم ما أحب لنفسي. مصداقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تعلمت كذلك كيف أكون متسامحا مع الغير على اعتبار أن التسامح يعزز التعايش المشترك بين الأجناس. في المدرسة قمنا بأنشطة مدرسية جعلتني أعتز بهويتي وبانتمائي الوطني وبموروثي الثقافي، وكذا موسيقى الآلات الأندلسية حيث تعرفت كيف أكون. حيث تعرفت على الحضارة المغربية من خلال الأنشطة التي نظمت للتعريف عن اللباس المغربي والحديث، وكذا موسيقى الآلات الأندلسية التي نستمتع ونطرب بالتغني بها داخل مدرستي منذ سنوات.
والتي أسهمت بشكل كبير في تحسين قدراتي التعليمية وتنمية ذوقي والارتقاء به وتطوير أحاسيسي ومشاعري. شكرا لك ليلى. هذا المحور الأول اللي تكلمنا عليه على الدراسة، غنمشيو للمحور الثاني ونوصلوا مع الطالبة. الاسم ديالك؟ صوفيا بن مختار. أوه صوفيا بن مختار، إلا سولتك ما مدى الاستفادة ديالك من الأنشطة المدرسية اللي كتقوم بها داخل المدرسة؟ أنا بدوري قمت بإنجاز بحث حول موضوع العلماء والمختلفين العرب، فنمت عندي موهبة البحث والقراءة حيث مكنتني من التمييز بين الخطأ والصواب، فأصبحت إيجابية في حديثي وتعاملي مع أصدقائي، كما اكتسبت مجموعة من الكفايات والمهارات وأصبحت متعطشة في كل وقت وحين للقراءة أكثر وقادرة على المثابرة للوصول إلى أهدافي في المعرفة والتعلم، كما كانت تجربتي في المشاركة في الطرب الأندلسي بصمة لا تنسى، حيث أكسبتني ذكاء موسيقيا أستطيع به الربط بين الإيقاع والكلام، كما أصبحت أكثر شغفا لحفظ قصائد أخرى مما انعكس إيجابيا على عطائي داخل القسم. تفضل عليك يا سوفيا. اللي هو الاسم؟ أريج براش. يا سلام، أريج عبق عيق، جميل، اسم جميل أريج. كذلك انت شنو هي الاستفادة اللي استفدتي من الأنشطة المدرسية اللي كاينين اللي كتقوموا بها في المدرسة؟ من خلال مشاركتي في الأنشطة المدرسية تمكنت من اكتساب مجموعة من المهارات والكفايات، وأصبحت أكثر حيوية وأكثر مثابرة في حفظ قصائد لكبار الشعراء، بل وكتابة بعض الأشعار البسيطة وإبداع لوحات فنية مرتبطة بها، كما اكتسبت القدرة على التواصل وإبداع الرأي والدفاع عن مواقفي، مما انعكس إيجابيا على مستواي الدراسي داخل القسم، إضافة إلى أنني تمكنت من ربط علاقات جديدة مع زملاء ألتقي بهم وأصادفهم في الورشات التي تنظم كل أسبوع في إطار الأنشطة المدرسية، وأخص بالذكر نادي القراءة والمسرح الذي أكسبني الثقة في النفس والجرأة في مواجهة الآخر. برافو، تبارك الله عليك. شنو هي الاستفادة اللي استفدتي من الأنشطة المدرسية داخل المدرسة؟ تعلمت من خلال مشاركتي في الأنشطة الثقافية المدرسية أن أنمي مجموعة من الذكاءات، منها على سبيل المثال الذكاء الشخصي، وذلك من خلال امتلاكي لمهارات التواصل والتعلم الذاتي، حيث أصبحت قادرة على إبداء الرأي والتمتع بالاستقلالية. الذكاء العلائقي، ساهمت مشاركتي في الأنشطة الثقافية المدرسية على تنمية شخصيتي، حيث أصبحت قادرة على ربط علاقات إيجابية مع زملائي وأساتذتي من خلال العمل الجماعي الذي أقوم به في القسم أو في نادي القراءة ومجموعة أخرى من الأنشطة لا يسعني الوقت لذكرها. الذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء المنطقي الرياضي، حيث تعلمت حل المسائل الريادية والقيام بعمليات حسابية حتى لا تبقى مجرد معارف بل أوظفها في حياتي العملية اليومية. تفضلي الاسم؟ مريم بالقاضي. مريم بالقاضي، حتى انت شنو هي الاستفادة اللي استفدتي من الأنشطة الدراسية؟ ربما عندك استفادة أخرى من هذه الأنشطة، هي من يذكروا الزميلات ديالك والزملاء ديالك. الذكاء الجسدي، ساعدت الأنشطة الثقافية المدرسية على استخدام الجسم بمهارة للتعبير عن النفس والمشاعر والأفكار والقيام بالأعمال اليدوية بسهولة والتنسيق بين العين واليد عند العمل. الذكاء اللغوي، من خلال مشاركتي في الأنشطة المدرسية أصبحت قادرة على التحدث والتعبير في مواضيع مختلفة والكتابة وإجماع رصيدي لغوي واستعمال أساليب مناسبة لكل مقال. ليه لعبة اسم؟ مها سريان طهري.
مها سوريا مدحري، هما تكلموا على استفادات معينة، وانت ربما عندك استفادات أخرى، ما فيها باس نتقاسموها الآن، تفضلي. الذكاء الطبيعي، تعلمت من خلال الأنشطة المدرسية أن أميز بين الأشياء الطبيعية والنباتات والجمادات والحيوانات وتصنيفها وفهم خصائصها، كما أحببت من خلالها قراءة الكتب والمجلات ورؤية البرامج التي تتحدث عن الطبيعة. الذكاء البصري المكاني، حيث تعلمت وصف المشاهد وتحليل النصوص وتوقع الأحداث عن طريق التأمل أو التخيل، كذلك رسم خرائط ذهنية للدرس وعشق الرسم والألوان. الذكاء الموسيقي، ساعدتني الموسيقى في دراستي من خلال حفظ الأناشيد والأشعار والطرب الأندلسي، كما نمت قدرتي على التركيز. إذا من هذا المحور ديال الأنشطة المدرسية، غنمشيو للمحور الثالث اللي هو الاستفادة من الموسيقى الأندلسية. بعد الاسم ديالك أنيسة؟ مروة قريني. مروة قريني، ماذا استفدت من حصص الموسيقى الأندلسية التي تقومون بها داخل المدرسة؟ بالنسبة إلي، ثمنت أن التحقت بالمؤسسة في سن الثالثة، كنا نقوم بأنشطة فنية متنوعة بما فيها الأنشطة الحس حركية، وهي سلسلة من الحركات الجسدية المتلاصقة التي اكتسبت من خلالها عدة مهارات حركية وكذا مجموعة من الإيقاعات التي كانت تصاحب الأناشيد التي كنت أرددها صحبة زملائي في الفصل، بما في ذلك أناشيد الحروف إضافة إلى الترديد أثناء تقسيم الكلمات إلى مقاطع. تعرفت أيضا على الأصوات والرنات التي تحدثها مختلف الآلات الموسيقية، وخلال تدرجي عبر سنوات الدراسة تأثرت كثيرا بالموسيقى الأندلسية التي كانت مبرمجة ضمن الأنشطة الثقافية للمدرسة. ولا أخفيكم مدى هذا التأثير الإيجابي، سواء فيما يتعلق بالتحكم في عواطفي ومشاعري أو الشعور بالراحة النفسية أثناء أداء القصائد الأندلسية إلى غير ذلك من الفوائد. برافو، برافو عليك. تسليم البوزيدي. تسليم البوزيدي، الزميلة ديالك اللي هي مروة قريني أعطتنا واحد مجموعة من الاستفادات اللي استفدت من الحصص الموسيقى الأندلسية داخل المؤسسة. أنت شنو هي الاستفادات اللي استفدتي من هذه الحصص الموسيقية داخل المؤسسة؟ لقد بثت الموسيقى روح التعاون بيننا، وجعلتني أحس بقيمة العمل الجماعي ودور كل واحد منا في الجماعة، فأنا لست مسؤولة عن نجاحي فقط، بل نحن مسؤولون عن نجاح المجموعة، لأن لدينا هدفا مشتركا ألا وهو إحياء التراث المغربي، وبالتالي المحافظة على الهوية المغربية من خلال الاعتزاز بالانتماء. حصص الطرب الأندلسي جعلتني أيضا أتعاون مع الآخرين، لأن التعاون يبث روح الأخوة والمحبة ويقوي الروابط الاجتماعية ويؤدي إلى التماسك والتآزر، وبالتالي الحصول على نتائج مشرفة كما يرضاها الجميع. تفضل عليك، وهذا الاستفادة مهمة استفدت فيها. وغادي نشوفوا الزميل ديالك الاسم ديالك محمد رضا قريط. محمد رضا، الزميلتين السابقتين ديالك عطاونا واحد المجموعة ديال الاستفادات، أنت بالنسبة لك شنو هي الاستفادة الأخرى اللي يمكن تعطيك هذا على ما استفدتيه من الدروس ديال الحصص ديال الموسيقى الأندلسية في المؤسسة؟ تجسد الموسيقى الأندلسية بالنسبة إلي قيمة رافعة، وأعتبرها شاهدا على التنوع الثقافي الذي تشهده بلادي. لقد مكنتني الموسيقى من التعرف على ثقافة بلادي والانفتاح على فنون وثقافات البلدان الأخرى، وتوصلت أنها أيضا جزء لا يتجزأ عن الهوية، كما أن التواصل بين البلدان المختلفة ساهم في التأثير والتأثر فيما بينها. مروة الزهري. مروة الزهري، مروة الزهري، الأصدقاء ديالك عطاونا واحد المجموعة من الاستفادات اللي استفدوها من حصص الموسيقى الأندلسية، أنت بالنسبة لك شنو هي الاستفادة؟ يحدث
الطلاب الأندلسي في مدرستي بمكانة خاصة حيث اعتمدت عليه المؤسسة كنشاط ثقافي لتنمية قدراتنا ومهاراتنا، فتعلمت تهذيب النفس والسلوك وتنمية الذوق والسمع والاستماع وتغذية الروح وتجنب الخجل مع المستوى الإدراكي من خلال تفاعلي مع الطلب الأندلسي ومشاركتي في حفظ القصائد وأدائها، فإنني تعلمت حسن الإصغاء وتنمية الذاكرة من خلال الأنغام والاستماع للأصوات والتجاوب مع وزن النغم، كما تعرفت على إيقاعات الآلات الموسيقية التي تساعدني على إبراز المقطوعة الموسيقية وتمييز العازف المنفرد عن باقي الموسيقي. شكرا لك استاذ. اسم احمد هارون. الاصدقاء ديالك عطاونا واحد مجموعه من الاستفادات، انت شنو تعطينا في هذه الاستفادات؟ لقد ادركت من خلال تفاعلي مع الطرب الاندلسي ان هذا النوع من الفن الراقي ينمي خيالي ويغذي ذاكرتي وحسي الجماعي، فارسم صورا يختلط فيها الالهام بالابداع وتصبح شخصيتي قويه.